أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشرة سكايب، حديث عراقي. في يوم أمس تناقلت الأخبار ما قاله المتحدث باسم مصلحة الإلكتريك الإيرانية الذي يدعى روح الله لطيفي، كان يتحدث طبعا عن طبيعة الصادرات الإيرانية قائلا أن العراق احتل المرتبة الثانية بعد الصين في استيراد المواد الغذائية وغيرها من إيران، حيث استورد العراق وهو المهم هنا من إيران مواد وصلت قيمتها إلى مليار ومئة وسبعة ملايين دولار خلال الفترة من 20 مارس آذار الماضي إلى 20 مايس آيار الماضي، يعني خلال الفترة التي ادعت فيها الحكومة أنها أغلقت الحدود مع إيران وأغلقت المنافذ الحدودية وأوقفت الاستيرادات من إيران بسبب جائحة كورونا، وقالت حفاظا على العراقيين بعد أن تحولت إيران إلى بؤرة كبيرة لمرض كورونا. هذه القضية جعلتنا نفكر، ربما تجعلنا نفكر جميعا، لماذا تحول العراق إلى بلد مستورد وشعبه، هذا الشعب الأبي، هذا الشعب المنتج المبدع، إلى شعب مستهلك فقط. وفقا للجهاز المركزي للإحصاء، استيرادات العراق من السلع هذه، يعني هذه الإحصائيات مالته قبل نحو سنتين، يتحدث عن انه الاستيرادات العراق من السلع الغذائيه والمحاصيل الزراعيه تبلغ 12 مليار و400 مليون دولار سنويا من اجمالي الاستيراد الذي يتجاوز 40 مليار دولار. الان طبعا بعد هذا الكلام مثل ما قلت قبل سنتين، المبلغ اكبر، ربما يتجاوز 70 80 مليار دولار سنويا استيرادات فقط المواد يعني غذائيه ومحاصيل زراعيه وغيرها من السلع. القطاعات الإنتاجية القليلة جدا جدا في العراق لا تمتلك القدرة طبعا مثل ما هو معروف على المنافسة مع البضائع المستوردة أبدا، لأن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم لم تسعى إلى حماية المنتج العراقي لكي يستطيع منافسة البضائع المستوردة أبدا، بالعكس هي سعت إلى أن يدخل المنتوج العراقي إلى ساحة المنافسة وهو خاسر من البداية. يعني عندما تجد الآن، نعطي مثالا بسيطا، يعني الفلاح عندما يطرح يعني محصول الطماطة إلى الأسواق حتى لو كان الكيلو نفترض ألف دينار، سيجد أن كيلو الطماطم المستورد بخمسمية وربما أقل من 500 دينار، فبالتالي المواطن يذهب إلى البضاعة الأرخص ليشتريها بسبب وضع الاقتصادي وسبب ما متوفر أمامه. هذه الحقيقة، فضلا عن أن سعر صرف الدولار طبعا في العراق يخدم البضائع المستوردة، وبنفس الوقت أنه يساعد على تهريب العملة الصعبة من العراق إلى دول أخرى وخاصة إيران. والأمر المهم أيضا المنافذ الحدودية كلها وخاصة مع إيران اللي تمتد الحدود أكثر من 1200 كيلومتر، منافذ حدودية رسمية وغير رسمية كلها بيد الميليشيات، وهذه الميليشيات إيرانية وتابعة لإيران وتخدم إيران، تخدم توجهات إيران والاقتصاد الإيراني والسياسات الإيرانية، لذلك تدخل كل البضاعات الإيرانية بدءا من الأسلحة والصناعات والمخدرات والأدوية الفاسدة وكل شيء ممكن أن يخطر على بال الإنسان، لغايتها الأساسية هي أن تربح إيران ويخسر العراق وتهريب العملة حتى يتم عن طريقها أيضا. وما دمنا نتحدث عن المحاصيل الزراعية، لابد من نقول أن مساحة الأراضي الزراعية في العراق قد تقلصت بشكل كبير. الآن الذي ينظر يعني من الأعلى إلى العراق سيجد غالبية مساحة العراق هي صحراء، والزراعة تشكل شريطا متقطعا عند أكتاف بعض الأنهار، وهذه كارثة. وأيضا البساتين العراقية اللي كان يشتهر بها العراق، البساتين الواسعة والكبيرة والكثيرة، كلها أما أحرقت أو تم تجريفها لتحويلها إلى أراضي سكنية، وبالتالي خسر العراق أيضا واحد من مصادر زراعات المتميزة. طبعا هذه إضافة إلى شحة المياه، غالبية البساتين طبعا شحة المياه، عدم وجود خطط عملية تنفذ استصلاح الأراضي الزراعية، لا يوجد يعني خطط استصلاح الأراضي العراقية. المتخصصون بالاقتصاد يتحدثون
او يؤكدون ان 90 الى 95% من الاستهلاك العام في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم هو من السلع المستورده، الامر الذي صار به العراق بلدا مستوردا، وصار شعبه مثل ما قلنا شعب مستهلك مع الاسف، وصار الامن الغذائي العراقي مهدد طوال الوقت وخاصه في مواجهه اي عارض، واخرها يعني خير مثال عارض جائحه كورونا التي واجهها العراق، كيف ان الامن الغذائي العراقي وبعد انخفاض اسعار النفط كيف صار مهددا. العديد من المتخصصين في الاقتصاد، في الاداره، في الامن الغذائي، بالتوزيع السكاني، بالتخطيط، يؤكدون ان العراق بعد احتلاله عام 2003 وفي ظل حكومات جاهله مخربه، احزاب فاسده، قوى ترعى مشاريع خارجيه وخاصه ايرانيه، سعت الى ان يتحول العراق الى مستهلك ويفقد كل قوته، وقد ترك وهذا ترك اهم، يعني العراق ترك اهم سمه من سمات مثل ما يقولون هؤلاء المتخصصين، سمات وخصائص بناء الدوله اللي هي التخطيط، والتخطيط في كل المجالات وخاصه التخطيط الموارد البشريه والماليه. ولاحظنا احنا مشكلتنا الكبيره، المشكله الان التي يعاني منها العراق بسبب الازمه الماليه الكبيره والازمه الاقتصاديه الكبيره التي تعصف به بسبب عدم وجود تخطيط مالي واقتصادي دقيق. الامر الذي ادى الى كوارث تمثل بعضها الى تحول العراق من بلد زراعي الى بلد مستورد للمحاصيل الزراعيه، غياب الكهرباء، انخفاض منسوب المياه، هجره سكان الريف هذه باعداد كبيره بعد 2003 الى المدن بسبب وتركوا اراضيهم اللي توارثوها عن ابائهم واجدادهم، وتركوا مهنه الزراعه الى مهن اخرى لتحصيل يعني معيشتهم اليوميه. ماذا يفعلون؟ لان الزراعه غير محميه، الصناعه غير محميه، التجاره غير محميه في ظل هذا النظام اللي تاسس من عام 2003 لحد الان. وطبعا بالزراعه فضل عن غلاء الاسمده، غلاء البذور، هذا كله جعل الفلاح من ينتج البعض الفلاحين من ينتجون منتوجهم ويدخلون للسوق يجد ان المنافسه ليست لصالحه، لانه كلفه انتاجه عاليه جدا مقارنه بالكلف الواطئه والاسعار الواطئه التي تاتي من الخارج. في الجانب التجاري الكثير من المتخصصين بالتجاره من التجار القدماء الذين في الشورجه يتحدثون عن ان بعد عام 2003 شكلت شركات يمتلكها تجار بشكل يعني واجهاتها تجار هم لم يكونوا تجارا اساسا، لكن مملوكه لاحزاب السلطه. هذه الشركات هي التي ترعى التجاره، هي التي تسيطر على التجاره في عموم العراق، تسيطر على المنافذ الحدوديه، لها علاقات في المنافذ الحدوديه، لذلك تستورد كل شيء. طبعا الرقابه النوعيه غير موجوده على العراق على البضائع المستورده، تدخل كل البضائع من مناشئ مختلفه وبنوعيات رديئه جدا، حتى احنا وجدنا الكثير من البضائع التي يتحدثون عنها انها فاسده، غير صالحه للاستخدام البشري، تدخل العراق. طبعا ما يقال عن الزراعه يقال ايضا عن الصناعه. في العراق ايضا صار حالها معدوم، اكثر من 1700 معمل ومصنع عراقي كانت تعمل وتنتج ذهبت ادراج الرياح، اقفلت تماما، حتى المعامل التي لم تقفل لم تتعرض للحرق او التخريب لم تستطع ان تستمر في عملها بسبب عدم قدرتها على المنافسه في السوق، لانه البضائع التي تدخل بدون جمارك محميه من الخارج وبضاعتهم غير محمية العراقيين، فبالتالي خسروا. أقرأ تصريح لأحد الصناعيين مع الأسف يقول لدي معمل المكان مالته كلفتها 3 ملايين دولار متوقف عن العمل، الآن لو يعطوني 20 إلى 10,000 دولار سأبيع هذه المعامل. يعني هذه القضية كلها تجعلني أتساءل، ربما يعني هل نستغرب بعد ذلك من حجم المستوردات المهولة من إيران التي يعني تغرق السوق العراقية؟ هل نستغرب مثلا من حرق مزارع الحنطة في العراق؟ هل نستغرب من حرق مزارع المحصولات كلها، مزارع المحاصيل، البساتين، حرق الأراضي الزراعية التي تحولت إلى أراضي بور غير صالحة للزراعة؟ هل نستغرب الآن تعطيل المصانع وتفكيكها وعدم حمايتها وعدم قدرتها على المنافسة؟ أترككم بالخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. We'll be right back.